للمجتمع الدولي وقناعة للدول الإقليمية على قدرة تأسيس مؤسسات نظن عنه جاوب عليه اللي جاوب عليه الواقع الميداني الصحراوي الآن في المخيمات الجبهة. المخيمات الجبهة ما هو افتخارا ولكن في الحقيقة وباعتراف دولي باعتراف حتى مفوض شؤون اللاجئين أنها من أحسن من حيث التسيير من حيث تسيير يعني المساعدات الدولية في العالم كامل. يعني انت تشوف عنه خارج في افريقيا وبعض الدول في جنوب شرق اسيا وما الى ذلك انه خارج يعني ضعف تسيير المساعدات الدوليه للاجئين. صحراهم كيف يعني كيف يعني سدرت هون في المخيمات شفت عنه يعني ما خارج ذيك مظاهر عنه خارج نوع من الانسجام بين المواطنين توزيع عادل. يعني تقيس مؤسسه الهلال في المره المقبله وتشوف يعني طريقه التوزيع وكذاش وقضية في ضعف خلق ضعف مؤسساتنا خلق ضعف. هذا الضعف ناتج من 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 ياسر من تفاعلات داخل المجتمع تفرز لنا نوع من الضعف في المؤسسات الصحراوية. ولكن هذا الضعف ما يفهم عنه الدولة الصحراوية أو المجتمع الصحراوي غير قادر تسير يعني الشؤون الداخلية في المستقبل في الصحراء الغربية. ولكن هذا الضعف نسبي لكن خلق عقلية صحراوية يعني عقلية لاميليوراسيون زي الطابل اللي اسمه صحراوي خلق عقلية تحسين وتقوية الجهاز الإداري في 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 في, في جبهة البوليساريو. وهذا اللي تلمسه عن طريق يعني التطور البنية التحتية المؤسسة الصحراوية من 75 أو 76 أنه تم تطور عطتنا يعني فرزت لنا هذا الواقع يعني هذا الواقع الإداري في الرابوني. منين تشوف يعني من بداية تطور الواقع الإداري في جبهة البوليساريو من 75 و76 كان ضعف في البنية التحتية وانعدام يعني البنية التحتية لم المؤسسة التعليمية لا المؤسسة الصحية ولا المؤسسات الثانية. ولكن مع التطور يعني التطور الزمني يعني الصحراويين بدأوا يتطوروا بدأوا يعني ينقلوا تجارب بعض المجتمعات أو الحركات الثورية على مجتمعنا احنا لكن مع انسجام مع طبيعة المجتمع ومع الواقع الاجتماعي. خالق تطور ولكن كان ضعف لكن ضعف انا مؤكد لك عنه نسبي وانه يعني ما هو الدليل عنه اللي يخلي المجتمع الدولي عنه يعني عنه يرفض دعم حق الشعب الصحراوي او انه الدفاع عن حق الشعب الصحراوي وتقليل المصير المفضي لانه تمكين الشعب الصحراوي من استقلاله او نقطه ثانيه وهي الاهم هو انه لو كان جبهه البوليساريو غير قادره تسيير مؤسسات لما اعترفت بها 80 دوله ولما كانت عضو مؤسس يعني فونداتور عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي لما كان يعني عوامل شافوها هما يعني عوامل انا قادر تاسير مؤسسات وقادر بناء دوله وقادر تسيير شعب وما الى ذلك يعني ما تعترف بها المنظومه الافريقيه وما اعترفوا بها جل تقريبا دول امريكا اللاتينيه وبعض الدول الاسيويه. هذا يعني هذا الجانب. قضيه لا ليجيتيميتي دو ريجيم صحراوي يعني في طبيعه الحال خالق نقمه للنظام الصحراوي لانه نقمه على النظام الصحراوي من عدد 35 سنه سيئه. ولكن لا كريتيك يعني في للنظام الصحراوي ما هو يعني الغاء اليمناسيون توتال نو ولكن خلق مطالب نحن نطالبوا بها كشباب نطالبوا بها تشبيب الحكومه الصحراويه فهمني تشبيب موقف المطالب الاقليميه اللي عند الدول العربيه يعني اقتلاع من جذور النظام نو ويتم احنا ما عندنا معارضه احنا ما عندنا معارضه المعارضه باش تنفهم لوبوزيسيون بوليتيك باش تنفهم لوبوزيسيون هي عندك الترناتيف بوليتيك عندك بديل من الناس وبديل ايديولوجي نو احنا ما عندنا معارضه احنا اللي عندنا في جبهه البوليساريو هو مطالب تغيير طريقه التسيير اداره صراعنا مع العدو المغربي هذيك لا نقاش فيها مفاوضات ما يكذب عليك حد المفاوضات احنا ما لنا استثناء دولي احنا اللي يجري علينا جميع الامور اللي جرات على اللي مرت على الشعوب وانه ضروري انك تلحق درجه انك تفاوض مع العدو. ولكن احنا عندنا انتقاد واضح ونعبروا عنه يعني في اي وقت وما عندنا يعني اي استحياء سياسي عنه نقولوه وانه هذا عندنا انتقاد على النظام السياسي عنده 35 سنه سيئه ونطالبوا منه عنه على الاقل يدخل اناس جدد معاه او يحاول انه يغير داخليا يعني لوتو شونج يعني يعود يغير هو ذاتيا يعني. وبالتالي قضيه فعلا خالق انتقاد ونحن نطالبوا بتغيير طريقه التسيير لا ميثود ولا جيستيون ها هاي نقطه قضيه
قضيت برضه ناكد لك نروي هو انه قضيه الصحراء مرتبطه بواقع دولي. قضيه الصحراء ليست يعني في المريخ، قضيه الصحراء مرتبطه بالواقع الدولي، مرتبطه حتى بالصراع الاقليمي بين الدول، بين الدول وبين الجزائر والمغرب، يعني الدول الاقليميه. وبالتالي الان كيف تشوف انت انه احنا يعني عايشين في مخيمات لاجئين صحراويين، والمغرب استعمر الارض، هذا واقع. ولكن هذا الواقع وهذا يعني هذا الامر الواقع اللي مفروض واللي فرض المغرب ما فرض وحده، فرض واقع دولي. هذا الواقع الدولي ما يعترف بحق الشعوب، ما يعترف يعني باحترام إرادة الشعوب والاختيار السياسي الحر، نو، يعترف بالأقوى ويعترف بالمصالح. المصالح الآن مرتبطة بالمغرب، ومرتبطة يعني بدور المغرب في المنطقة. المغرب يوفر ياسر من الخدمات للمعسكر الغربي أو للدول الغربية الآن، أمريكا وفرنسا في المنطقة. وبالتالي احنا بقينا ضحية، وأنه الدول الغربية وآخر شيء يعني فرنسا ومنع الإدخال الميكانيزم في بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان. هذه تدل على أنه قضية الصحراء مرتبطة بالواقع الدولي، يعني مرتبطة بالمصالح الجيوستراتيجية لفرنسا وأمريكا. بالتالي احنا يعني اللي عدنا نصارعوا المغرب، رانا ما نصارعوا المغرب وحده، نصارعوا معسكر كامل من المغرب وإسبانيا، الدولة الريجيم إسبانيول وفرنسا وأمريكا. وبالتالي احنا في صراع مع هذه المنظومة كاملة، هذه المنظومة كاملة. وهذا هو اللي عرقل أحيانا البحث عن الحلول في قضية الصحراء. المفاوضات أنا نظن عنها تحصيل حاصل، مفاوضات تحصيل حاصل. العمق المفاوضات خاصو يعود خارج توافق كونسينسيس انتر لي بيي اوكسيدونت. بالتالي منين يخرج توافق؟ والتوافق منين يجي؟ لا يجي من تأسيس قاعدة مصلحية بينها والدول. منين تخرج قاعدة يتفقوا عليها هاو الدول الغربية، يتفقوا عليها البحث عن حل أو إيجاد حل فعلا اللي يخلق انفراج قضية الصحراء الغربية. احنا الآن نواجه هذا المعسكر، وللأسف هذا المعسكر قوي، هذا المعسكر يعني هو اللي يدير العالم. وحنا احنا خطابنا السياسي، وللأسف خطابنا السياسي مو خطاب مبني على أساس المصلحة، هو خطاب من الخارجي، زعما خطاب مبني على المبدئية، على اعتراف بحقوق الشعوب، على الدفاع عنه. وبالتالي هذا الخطاب لا يرى، هذا مساغية عند المعسكر الغربي، يعني عند فرنسا وعند أمريكا. النقطة الثانية هو أنه أمريكا وفرنسا تضغط على الجزائر من أجل تقدم الجزائر تنازلات كبيرة اقتصادية وأمنية وجيوستراتيجية، يعني تضغط عليها باش يخلق تقدم في قضية الصحراء الغربية. لعمك عنه في, 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 في بعض الأخبار متداولة، ويكيليكس وجريدة الخبر الجزائرية تناقلت أخبار، ويكيليكس قالت أنه خلق وثائق سربت أنه أمريكا تطلب من الجزائر تعطيها الجنوب الجزائري لمكافحة الإرهاب، والجزائر رفض. وبالتالي رفض الجزائر عنده إسقاط ريفلكسيون، عنده انعكاس على قضيتنا. يعني الرفض الجزائري للطلب الأمريكي هذا اللي ينعكس علينا احنا سلبا. بالتالي هذه سياسة الجزائر احنا ما نناقشوا فيها، يعني هما أضرب شؤون أمنهم القومي. وبالتالي باغي نقول لك عنه خالق ضغط أمريكي فرنسي على الجزائر باش يخلق تقدم بروسيسوس في قضية الصحراء الغربية لصالح الشعب الصحراوي. لكن الجزائر يضغطوا عليها بأمور يضغطوا عليها بأمور تشوه سمعتها الدولية، تشوه سمعتها الثورية. في جريدة الخبر عدد ماضي قالت أنه أعضاء الكونغرس جاءوا زيارة سرية لبوتفليقة وقالوا له أنه تعترف الجزائر بالدولة الإسرائيلية يخلق تقدم كبير في قضية الصحراء الغربية. هذه دل أنه المعسكر الغربي باغي خدمات وباغي مطالب تحققهم الجزائر باش يخلق تقدم في مسلسل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. يعني وبالتالي تفهم يعني انترناسيوناليزاسيون دي كونفلي دي صحراء اوكسيدونتال، فهم يعني عن صراع الصحراء الغربية ليس فقط بين المغرب والجزائر، ولكن هو صراع مصالح. يعني صراع مصالح، الدول الغربية تنظر لهذا الصراع بأنه أي طرف يقدم أكبر تنازلات نعطيه الصحراء. فهمني كيف؟ يعني أي طرف يقدم أكبر تنازلات، المغرب طبيعي الحال يقدم تنازلات،
قدم تنازلات في قضيه مكافحه الارهاب، في قضيه يعني في قضيه 70 80، قضيه معسكر الشرقي وهذا ومعسكر الغربي يعني ودخول امريكا المنطقه وفرنسا وما الى ذلك. بالتالي المغرب دائما سباق لخدمه المصالح الغربيه في المنطقه، وبالتالي احنا بقينا ضحيه، لانه الادمنستراتور ذاك اللي يدير العالم المغرب يسبق، وبالتالي احنا ندفع الضريبه. بالتالي هذا هو لب الصراع، هذا هو عمق الصراع. يعني الصراع قضية الاستفتاء وقضية تقرير المصير وقضية يعني الشعب الصحراوي سيسي هذا كامل موجود، ولكن هذا تحصيل حاصل. الآن احنا منين وقفنا ندافع خاصنا نرضاو بعقلية تسيير العالم الآن، عقلية تسيير العالم الآن، أنه أي واحد يقدم تنازلات يقبض. خلق صحفي عربي كبير نوبل مشى شاور أمريكا وجبر أكبر بارون في نيويورك، ويقولوا وحدين عنه هو اللي سير السياسة الأمريكية مع اتفاق بعض المؤسسات، مؤسسة إنتاج السلاح، مؤسسة الأدوية وكذا. قالوا في السياسة كما في السوق، في السياسة كما في السوق، لا أحد يشتري، لا أحد يقبض شيء بدون ما يعود عنده المقابل له. معناه أنا من عود باغي نمشي للسوق.